مزيد من الإيضاح والتحليل ينضم إلي ضيفي من القاهرة دكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني. دكتور صلاح، أولا بعد التحية وأشكرك أيضا على استجابة الدعوة، كيف تقرأ المشهد في غزة خاصة بعد وقف إطلاق النار في لبنان، وهل هناك ظلال قد تأتي أو تفضي على قطاع غزة بعد هذا القرار؟ بداية صباح الخير لك ولجمهور المشاهدين، والسلام والرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وسلامنا إلى لبنان وأيضا إلى شعبنا في غزة الذي يتعرض إلى جريمة إبادة جماعية تتواصل لليوم 420 على التوالي، وفي اليوم العالمي اليوم ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع نضال وحقوق الشعب الفلسطيني الذي يتزامن أيضا مع وقف الحرب على لبنان، والتي بالضرورة ستلقي بظلالها على المشهد في قطاع غزة. ونحن إزاء ثلاثة صور أو ثلاثة سيناريوهات. السيناريو الأول أن تعطي قوة دفع جديدة إلى الجهود الدولية وأيضا إلى تنامي المفاعيل الداخلية في داخل دولة الاحتلال المطالبة بإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وبالتالي يمكن أن يسجل اختراق في هذا المجال، وهذا احتمال قائم الآن، ولكنه ليس بالضرورة أن يكون كما جرت في لبنان باعتبار هناك تمايزات واختلافات بأن لبنان دولة ذات سيادة وفلسطين وقطاع غزة منطقة تحت الاحتلال، إضافة إلى الجهود الدولية الكبيرة التي ترافقت من أجل وقف العدوان، عدا عن قدرة حزب الله الأعلى في مستوى الترسانة العسكرية، إضافة إلى أن حزب الله قد قبل بفك الربط ما بين جبهة قطاع غزة وجبهة لبنان. ومع تقديرنا العالي لكل تضحيات حزب الله وكل من ساندوا القضية الفلسطينية ولا زالوا، إلا أن ليس بالضرورة أن يفضي هذا المشهد إلى وقف لإطلاق النار. السيناريو الثاني هو أن تتهرب إسرائيل وتتلاعب كما جرت في العادة، باعتبار أن نتنياهو يدرك أن إنهاء الحرب في قطاع غزة قد يفضي إلى فكفكة ائتلافه الحكومي الراهن، وبالتالي هذا يعني أنه سيذهب إلى السجن، وخاصة في ضوء ارتفاع مستوى التحقيقات الداخلية معه، في ضوء التسريبات من الوثائق وفي ضوء القضايا السابقة. وبالتالي نحن إزاء تعقيد في المشهد في داخل قطاع غزة، بل هذا وقف الحرب على لبنان قد يسمح بنقل معدات ونقل جنود إلى قطاع غزة باتجاه فرض مزيد من الوقائع في داخل قطاع غزة بتبني مخطط خطة الجنرالات بنقلها بعد انتهاء من الشمال إلى مدينة غزة، وهكذا الحال دوليك، رغبة في تهجير الفلسطينيين والضغط من أجل هجرتهم، وخاصة مع الإدارة الأمريكية القادمة. والصورة الثالثة وهي مقاربة جديدة يتبناها الوسطاء ويتبناها المجتمع الدولي بالضرورة، كما تلاعب نتنياهو في الألفاظ والمفاهيم مرة بقبول وقف الحرب أو وقف إطلاق النار وليس وقف الحرب، هذا يعني ربما الذهاب إلى المرحلة الأولى من الاتفاق السابق باتجاه يعني إدخال المرحلة الإنسانية وضمان تبادل الأسرى ما بين المقاومة ودولة الاحتلال، وهذا سيسمح لنتنياهو بإرجاع عدد كبير من الأسرى وخاصة الأسرى الأحياء، فيما سيستمر في فرض وقائع تعميق الاحتلال وترتيب المشهد إلى إنشاء مستوطنات أو بؤر استيطانية في داخل قطاع غزة، وخاصة أن البنية التحتية التي أقامها الاحتلال من الصعوبة بمكان أن تفضي إلى انسحاب إسرائيلي إذا كان مستوى الضغوط الدولية والعربية أكبر. وبالتالي نحن بناء على ذلك أمام ثلاثة مقاربات، ولكن ربما يعني وحتى لا نشيع مشهد من التفاؤل الكبير، وإنما من الصعوبة التفاؤل الكبير في ظل هذه المشهد، ربما تفضي مزيد من الضغوط الأمريكية والأوروبية والدولية والعربية في تشكيل مشهد اليوم التالي، ربما في اتجاه يعني على الأقل تبني مقاربات ستكون فيها حركة حماس أكثر مرونة، وأيضا دولة الاحتلال أكثر مرونة باتجاه أن هناك ضغوط داخلية، وخاصة لأول مرة يبدأ يتحرك حزب شاس ويهدد بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم تشكيل أو على الأقل الذهاب إلى صفقة تبادل أسرى، عدا عن ارتفاع مستوى الأصوات الداخلية ومسيرات اليوم تشي بذلك. وبالتالي بدون أن نشيع مناخ من التفاؤل، هذه فرص ينبغي أن يستثمرها جميع اللاعبين السياسيين على المستوى الوطني الفلسطيني وعلى المستوى الإقليمي والعربي وعلى المستوى الدولي لوقف أبشع جريمة إبادة جماعية
تتم على مرأى ومسمع من العالم في قطاع غزة. طيب دكتور، يعني إذا كان قد صرح نتنياهو في تصريح جديد أنه ليس مستعد لوقف الحرب، ولكنه لا مشكلة لديه في وقف مؤقت لإطلاق نيران، لكنه لن ينهي الحرب، يتحدث أن الظروف أصبحت أكثر ملائمة لإيجاد صفقة لإخراج المحتجزين، ما الذي تغير على أرض الواقع تفنيدا كي تصبح الظروف أكثر ملائمة؟ وهل على الصعيد الآخر، هنا أتحدث عن حماس، هل لديها الرغبة حقيقة في تسليم المحتجزين الآن؟ نعم، نتنياهو يتلاعب بالألفاظ وفي قراءة لمضمون خطابه، وأيضا قراءة في الخطاب ذاته تشير إلى أن نتنياهو يتلاعب بالألفاظ من أجل ضمان بقاء الحرب كهدف بحد ذاته، كضامن رئيسي لبقاء حكومة اليمين الفاشل أكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال، ومنع تفكك ائتلافه الحاكم. فهو يوازن بين رغبات داخلية حتى في داخل ائتلافه الحاكم الآن، ولدى الجمهور الإسرائيلي ولدى عائلات الأسرى التي ترتفع مناداتها ومطالباتها بوقف العدوان، حتى أن اليوم مطالباتها باتت تتحدث عن أن السلام هو من يجلب الأمن وليس العدوان، وبالتالي هذا تحول لافت في الخطاب الداخلي. وكذلك استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن أكثر من 68% من المجتمع الإسرائيلي يرغبان في إتمام صفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة. كل هذه المفاعيل تجعل من نتنياهو يتلاعب بهذه الألفاظ ما بين مركبين، مركب أول هو يريد وقف إطلاق النار، أي أنه يريد هدنة إنسانية فقط لضمان تبادل الأسرى، ولا مانع فيها أن يعني يستطيع أن يسمح بإدخال عدد من المساعدات الإنسانية تصل إلى 200 إلى 300 شاحنة، ولكن في النهاية سيبقي على سيطرته على محور فيلادلفيا وعلى أيضا محور نتسريم، وأيضا كذلك الطريق الذي بدأت قوات الاحتلال في شقه في شمال القطاع، وبالتالي يبقي على الأمر الواقع في داخل قطاع غزة، وهذا أمر مرفوض فلسطينيا ومرفوض من حركة حماس ومرفوض من السلطة الفلسطينية ومن كل الفصائل الفلسطينية. فالأوضاع في داخل قطاع غزة لا تسمح ببقاء الاحتلال من ناحية، وخاصة في ضوء تعرض أكثر من 86% من مباني قطاع غزة إلى الهدم، وبقاء السكان المدنيين في ظروف إنسانية كارثية تترافق مع فصل الشتاء عدا عن المجازر واستمرار التجويع. أما عن المرونة التي تبديها حركة حماس، نعم هي تبدي مرونة بأنه كانت في السابق تشترط وقف إطلاق النار منذ البداية وضمان انسحاب إسرائيلي كامل والتبادل وصفقة تبادل أسرى حقيقية، وهذا أعلنته، ولن يتغير كثيرا ما لدى حماس، ولكن المرونة التي تبديها هي في ضمان على الأقل صفقة بمراحل تفضي إلى على الأقل إلى انسحاب إسرائيلي شامل، قد لا يكون في البداية ولكن ممكن أن يكون في ختام تنفيذ هذه الصفقة، وفي ذات الوقت تنفيذ صفقة تبادل حقيقية، وأيضا ضمان تدفق المساعدات الإنسانية حتى تستطيع أن تخفف عن معاناة النازحين ومعاناة الفلسطينيين في داخل قطاع غزة. وهنا المرونة تصبح أكثر باتجاه يعني مزيد من الانفراجة لدى الوسطاء، والتي قد تترافق باندفاعة أمريكية تتبادل فيها كلتا الإدارتين، الإدارة السابقة الراهنة والإدارة القادمة، برغبة حقيقية في وقف الحروب في داخل المنطقة، ولكن وقفها ليس بأي ثمن، وإنما أيضا بثمن تقبل إسرائيل أو على الأقل يضمن الاشتراطات التي تضعها، وهذا أمر معقد، وبالتالي قد يدفع المشهد إلى استمرار المعاندة، وخاصة أننا كنا إزاء خطوات ومبادرات متعددة أفشلها جميعها نتنياهو في إصراره على البقاء والتهرب من مسؤولياته والتزاماته وحفاظا على ائتلافه الحكومي. وكما لاحظنا أنه ما بعد قدوم ساحر إلى الحكومة، وربما هذا يكون أحد الأسباب، يعني من غفير وسمترش خففا من اللهجة التي تقول على الأقل بانسحابهم من الحكومة، وإنما باتوا يبدون اعتراضات فقط
لأنهم يدركون تماما أنهم باتوا غير مؤثرين إذا ما انسحبوا من الحكومة، ولكن شاس يراهن عليها إذا ما انسحبت من الحكومة يمكن أن تفشل الحكومة، وبالتالي ربما هناك ضغوط جدية لإعادة الأسرى قد تفتح أفقا أو أملا على الأقل بعودة المفاوضات بأي صيغة كانت، قد تسمح بتسجيل أي من الاختراقات التي يمكن أن يبنى عليها لاحقا في ضمان وقف الحرب. وهذا يتوقف أيضا على ردود فعل الإدارة الأمريكية الجديدة التي على ما يبدو أنها داعمة رئيسية بطاقمها الذي شكل ترامب إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويتوقف أيضا على قدرة الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته اتجاه تدخل جاد وحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. وهذا يمكن أن يفتح أفق باتجاه تبادل بعض الأفكار التي يمكن أن تساهم في فكفكة الأزمات، باتجاه أن حركة حماس عبرت عن رغبتها وموافقتها هي وحركة فتح بجهود القاهرة في مصر على تشكيل لجنة للإسناد، وانسحاب حركة حماس من المشهد وخاصة قرب معبر رفح، وعدم تعطيل أي من الاتفاقات بما يسمح بسيطرة السلطة على المعبر أو لجنة الإسناد لاحقا، وأيضا ضمان تراجعها وتراجع يعني على وتقديم مجموعة من الكفاءات الغير مرتبطة بالفصائل والأحزاب السياسية، بما يقطع الطريق على ذرائع نتنياهو ويسمح على الأقل بانفراجه. وهذا سيتضح خلال الأيام وربما الأسابيع القادمة، ولكن المشكلة والمعضلة ليست في الفلسطينيين بقدر ما هي لدى نتنياهو الذي لا يوجد لديه رؤية واضحة تجاه قطاع غزة، ويرفض كل الرؤى العربية والدولية بما في ذلك الرؤية الفلسطينية، وكذلك يرفض أي من الأفكار وهو محتار ما بين بقاء الاحتلال وتعميقه وعودة الاستيطان، وأيضا وما بين تشكيل هيئة مدنية تكون مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي لن يجدها في أي من الفلسطينيين، فأي من الفلسطينيين لن يكون مستعدا على البقاء تحت يعني أن يعمل تحت رغبة الاحتلال أو كعميل لدى الاحتلال الإسرائيلي، وإنما بالإمكان لمقاربات وطنية، وهذا هو المطلوب، تنازلات وطنية من قبل فتح وحماس من أجل ضمان استعادة الوحدة على أساس شراكة سياسية والاتفاق على استراتيجية وطنية تقوم على مواجهة مجمل التهديدات والتحديات الوطنية، بما يسمح بنزع الذرائع وتقليل أيضا المخاطر والخسائر والحفاظ على ما تبقى من قطاع غزة وتعزيز صمود المواطنين في داخله ومنع مخططات التهجير التي باتت أحد أهداف هذه الحرب العدوانية المتواصلة اليوم 420 على التوالي. نعم، طيب، مجلس الأمن لن يعترف بفلسطين كدولة على الأقل خلال الفترة الانتقالية إذا أسميناها كذلك قبل تولي ترامب إلى سدة الحكم، هذا ما وعدت به إسرائيل وما صرح به بتسليل وزير المالية الإسرائيلي. كيف تقيم مثل هذا القرار، وهل يعتبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو نجاح لأعمال 7 أكتوبر؟ نعم، مستوى إعادة القضية الفلسطينية إلى المشهد العالمي والدولي رغم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها دولة الاحتلال جراء ردود فعلها الانتقامية والحرب الإبادة التي شنتها على أثر العملية 7 أكتوبر، إلا أن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ومستوى القرارات والاجتماعات العربية والدولية وتشكيل تحالف برئاسة السعودية لدفع الجهود العربية والدولية والإسلامية لضمان مقاربة تقوم على حل الدولتين، وأيضا اعترافات وترقية مكانة دولة فلسطين، قرارات محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية ونداءات الاتحاد الأوروبي والتطورات التي جرت جميعها تشي بأن الدولة الفلسطينية باتت مطلبا عالميا وإقليميا لحسم النزاع، وأن أي حل حتى مع حزب الله ومع غزة ومع الفلسطينيين غير شامل لحل الدولتين أو لحل شامل يضمن الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية المكفولة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة سيشكل محطة قصيرة للانتظار، ثم سيعود دورة المقاومة ودورة العنف السياسي تتجدد
تتجدد في داخل المنطقة، وطالما لم يحل النزاع العربي الإسرائيلي. ولكن تصريحات سموتريش ارتبطت بما جرى فيه من تفاوض في لبنان، بأن الإدارة الأمريكية حذرت نتنياهو من أنها قد تمرر قرار لمجلس الأمن دون أي اعتراض من أجل وقف إطلاق النار بشروط قد لا تكون في مصلحة إسرائيل إذا لم يوافق على الاتفاق. وهذا ما أجبر نتنياهو على الذهاب إلى الاتفاق، عدا عن الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال سواء نقص العتاد والقتلى من الجنود، عدا عن تكبيت حزب الله لإسرائيل خسائر فادحة في الأرواح وفي الممتلكات بقصف تجمعات ومدن أو معظم مدن دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر رفع من كلفة العدوان على لبنان، وبالتالي أجبر نتنياهو على الذهاب إلى هدنة. وطالما أنه حقق أحد أهدافه بفك الاشتباك والارتباط ما بين جبهة غزة ولبنان. أما عن تصريحات سموتريش، فسموتريش كان قد منع التعاون مع البنوك الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية بما يعطل وقد يعرقل قدرة الاقتصاد الفلسطيني وقد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية. فضغطت الإدارة الأمريكية الحالية والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد التعاون فيما بين البنوك وعودة أموال المقاصة إلى السلطة منعا لانهيارها. وبالتالي كان المقابل أو البديل هو تعهد الإدارة الأمريكية بتعطيل أي مقاربة أو أي مشروع قرار يضمن الاعتراف بدولة فلسطين أو تجسيدها كحل، أو يذهب إلى قرار دولي أو من مجلس الأمن تمرر الولايات المتحدة الأمريكية تحت البند السابع بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وبالتالي سموتريش يصرح بذلك، وهذا يعني أنه منشد إلى مشروع الاستيطان بضم الضفة الغربية الذي أعلن عنه أن إسرائيل تستعد له، وأن الخطوات بدأت، وهي بدأت منذ أن بدأت هذه الحكومة الإسرائيلية وما قبل ذلك بتعميق الاستيطان في الضفة الغربية وتهيئة المناخ إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، تبدأ بضم مناطق سي ثم لاحقا مناطق باء، وبالتالي هذا يعني ضم ما يزيد عن مساحة 80% من أراضي المواطنين في الضفة الغربية، وهذا ما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية، عدا على أنها يمكن أن تقبل يعني وقفا لإطلاق النار أحد أبعاده عبر تركيز إدارة ترامب على الهدف الاستراتيجي الآخر الذي تضعه إسرائيل، وهو التخلص من الملف النووي الإيراني ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وبالتالي ربما نكون أمام مقاربات ستحددها الأيام المقبلة، ولكن بغض النظر عما تخطط له إسرائيل، إسرائيل لم تنجح في إفناء الشعب الفلسطيني مهما فعلت، وسيبقى الشعب الفلسطيني متمسكا بحقوقه مقاوما لهذه المخططات التصفوية، عدا عن توليد إرادة عربية ودولية تشكل حائط صد أمام مخططات نتنياهو وأمام حتى جهود ترامب. فالبيئة العربية قد تغيرت، العلاقات الإيرانية العربية تغيرت، العلاقات في البيئة العربية في تغيرت، قدرة العرب الآن على المناورة وامتلاك تنويع في مصادر الاقتصاد والأسلحة باتت أعلى، وبالتالي قد يكون هناك مستوى من الممانعة. فإذا ما اتحد الفلسطينيين، وهذا مطلوب ومهم في إطار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والاتفاق على رؤية وطنية جامعة واستراتيجية وقيادة جماعية مقبولة لدى العالم وملتزمة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بالقوانين الدولية والمطالبة بقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى الجهود المصرية والسعودية على وجه التحديد، وأيضا الجهود العربية والإسلامية مع جهود الدول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي اتسعت في مستوى الاعتراف بدولة فلسطين، قد يسمح على الأقل بتشكيل حائط صد واختراق، أو يسمح على الأقل بتهدئة تسمح لاحقا بضمان أن المجتمع الدولي يفكر أكثر فأكثر في إجراء يعني على الأقل مقاربة تقوم على إنجاز حل الدولتين، وخاصة ما بعد انتهاء هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. ولكن حتى مع انتهائها لا، للأسف سيبقى المجتمع الإسرائيلي يعني بجميعه أو بجميع أحزابه ومكوناته رافضا للدولة الفلسطينية، وبالتالي دون ضغوط جدية وحقيقية ودون رفع كلفة الاحتلال الإسرائيلي لن تتحقق الدولة الفلسطينية يعني في غضون المنظور إلا بضغط دولي جاد وبمقاربة أكثر بانتقال الفلسطيني إلى تحول جاد باتجاه تجسيد الدولة على الأرض. وهذا يعني إما تسليم السلطة إلى الاحتلال يتحمل مسؤوليتها وكلفتها وهو لا يرغب في ذلك باعتبارها كلفة اقتصادية وعسكرية عالية، وقد تندفع الأمور في الضفة الغربية باتجاه انتفاضة ثالثة، أو على الأقل
يعني توجه في مناطق مختلفة من الضفة الغربية لمواجهة مشاريع الاستيطان والضم والتهجير للفلسطينيين، كما أن ضم الضفة الغربية واحتلال قطاع غزة يشكل خطرا على الأمن القومي المصري والأردني والعربي إجمالا والأمن والسلم الإقليميين. وبالتالي هناك تحديات لن تكون سهلة لا على حكومة الاحتلال ولا على الفلسطينيين الذين يتعرضون للأسف إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في ظل عجز دولي فاضح عن وقف آلة العدوان الإسرائيلي دون أن أو على الأقل ضمان التدخل الجاد لإيجاد مقاربات تسمح بالضغط على دولة الاحتلال بما يشمل مقاطعتها اقتصاديا وسياسيا وفرض العقوبات وصولا إلى تطبيق توصيات القمة العربية والقمة الإسلامية والعربية في السعودية بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وضمان محاصرتها حتى تنصاع إلى الإرادة الدولية في إنهاء احتلالها وضمان التوجه نحو سلام عادل وشامل قائم على قرارات الشرعية الدولية أو بالحد الأدنى القبول بمبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية والتي تبنتها القمم العربية والإسلامية المتعاقبة. دكتور صلاح، قبل التوجه معك للحديث أكثر عن الشأن الداخلي الإسرائيلي وعن الوضع الإنساني والميداني في قطاع غزة خاصة منطقة الشمال، أطلب منك البقاء معنا لعرض بعض الأخبار والتعليق عليها هي الأخرى.